سحورة الحلوة أموت فيتش الحين بيقولوا منو هاي سحورة سحورة يعني كابتن سحر حبيبتي. كابتن يا هلا وسهلا أول قبطان إماراتية شيء فخر 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 قبطان بحري يعني تسوقين سفن الحمد لله. كفو عليك والله شوفي يعني اولا شكرا تلبيتك الدعوه يا يا حبيبتي احنا اصلا صديقات وركن مايا ترى مش سالفة أنا مش إعلامية لكن أجيب حبايبي ونتكلم في مواضيع عن الأسرة برنامج ركن مايا في الأسرة في رمضان هذا الحمد لله وانت إن شاء الله من الحلقات المميزة لأنك إنسانة مميزة فنتوق إن شاء الله أن نتعرف من وجهة نظرك من وجهة شخص ذو منصب شخصية نسائية قيادية في نفس الوقت انت ام انت زوجة انا اشوف ما شاء الله دائما دائما تطلعين في الاعلام دائما مشغولة دائما فبنتكلم ان شاء الله اكثر تعمقا للمرأة بالذات كيف انها تقدر انها توازن ما بين الحياة وعملها بالذات لما اكون شخصية مثل شخصيتك ان شاء الله بس شوفي نحن قبل لا نسوي اي شيء احنا نضيف فيل جود في القتي انت تعرفين اخوي محمد الهواري هذا الليبل ماله عند تشاي ما فبنبى نضيف الشاي قبل لا نبدا اي شيء يعني صراحه شوفي هاي بدايه الجلسه شفتي كيف؟ هاي البدايه الطيبه ما <applause> <applause> قلتي لي كوفي قلتي لي تي انا من عشاق التي انا اعرف انا اعرف قلتي لنا موفق يا جميل حق رمضان اي هو حق رمضان هو بوكس رمضان شوفي اي لاف ات هي هو بس يعكس في الكاميرا شوفي يعني ما شاء الله حتى اساس انه صايمين حركات هي, هي. صح مالت حركات مميزين <تصفيق> 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 فيلا قولي لي شو تحبين تاخذين ما لازم تخبريني شو عندك شوفي شو في بلو في بلاك تي في كامومايل محمد اخوي يقول تشيري بلوسم احلى شيء لانه كنا في شكر يفهم. لا مش عشان الشجر انتي اوكسيدنت اه اوكي يلا تفضلي ميرسي طبعا في تو تي باجز داخله انا اليوم باخذ يعني تي. انا باخذ واحد الحين بشربه هي. والثاني باخذه معي سامحيني ما برد لا اوف <applause> <applause> طبعا يعني بالعكس هذا يعني شيء تمام عشان الكاميرا الله. الله حركات انت ال هي الحركات <applause> من كثر <كتب تصفيق> ما كنت اسافر الصين كان دائما يقول لك شمي والله التي قبل تشربيه صدق؟ لأن الحاسة دائما أنت في الشم مش في التذوق بدايتها في الشم فيدخل في المخ فتحسين في الاستمتاع وانت تشربين الشاي الله الله لا صراحه اوجه له تحيه اخوك واقول له موفق دائما ومنتظرنى وانتظرني قريبا الله يعين المحل مالك ما بيبقى فيه شيء ان شاء الله الله يعطيك العافيه شوفي كيف يا رب ان شاء الله في قلتي اطلع لي انا بينك اند بينك شوفي لافت اه بعد يطلع الوان حبيبتي بسم الله الحمد لله شفتي كيف؟ يا سلام. والله فيل جود feel I'm feeling <applause> good because I'm with Maya حبيبتي <applause> حبيبتي يا سحر انزين خليني اسالك اولا انت يعني انا عارفه الناس تعرف عنك وكيف وصلتي ما حاولي تسوينها ببساطه <applause> اوكي خذي راحتك انزين <applause> انت اولا شو اللي انا اشوف ان اي ريال هذا اللي بيستحمل قبطان تطلع في البحر انت متزوجه عندك عيال منو هذا اللي تحملت والله تدشين البحر وترقدين في البحر وتتمين ايام واشهر واسابيع اذا بنتكلم فيها ايام واشهر اسابيع لا ها. نحن ما نرقد في البحر زين ها. يعني انا يوم بديت بديت أنه على 12 ساعه دوام ومرات شفتات اوكي دوام يعني عادي نعم اوكي. او اذا شفتات مسائية لانه لازم بعد يكون في عندي رحلات بحريه ليليه على اساس اني اتعلم مم. هذا المجال هي ليست فقط في النهار. وين تروحون؟ آه كانت كلها في في المواني لكن في اليخوت لا مم. رحلات خارجيه. انزين. بتقولين كيف يتحمل شفي آه ما في رجل يعيبه ان المراه تكون خارج البيت. اختصرتيها كون صريحين ولكن لانه يحب حرمته او زوجته مم. فبيتحمل تغاضى على نفسه شوي انه ما عليه بس لو تجين تلسين معاه بيقول في حدود يعني في عنا مهن اخرى الطراريه دواماتهم ليليه مم. اذا نتكلم ان كان دكاتره دكاتره نعم. وكذا فبتقولين زين هذه كيف رجلها متحمل؟ ما هي بتحاول تعوض بس هو داخليا مو بعيب انه مو بعيب غريزه الرجل يعني انا من أجلس اسمع رايلي اقول له زين كذا كذا انا اعرف بس هذه غريزه عنا هو يقول لك ليه ما بدا ولدي يكبر بديت اتفهم ان هذا الطبع في كل الرجال كنت اشوف لا انا زوجي شوي ظالمني شويه زوجي يحب يسوي الامور يكبرها يكبرها كذا لكن لقيت هذه الغيره موجوده في ابني كيف عمر صغير انه لا امي ما يصير وكيف ونحن نخاف عليكم هو المبدا انه هو مش غيران هو المبدا انه هو خايف امم انا حرمتي بالليل انا وبحر ما وبحر بحر. يعني اصبحت ل... لدرجه اني تركت العمل هيه. بسبب اني اريد هدوء ما هو مشاكل متى تركتي العمل متى حسيتي ان اوكي انا خلاص بستغنى عن الموضوع لان انت الحين انت يو نوت براكتسينج لا ام أوكي ولكن على اموري الخاصه اوكي يعني انا اكمل دراسات الامور اني انا اشتغل على يخوت خاصه لملاك خاصه تمام مش تابعه لموانئ مش تابعه لشركات او تحت اسم شركات فما ف... عندك هالدوام الثابت اللي تطلعين كل يوم البحر صحيح. وتردين الا انت... اذا حتى وهي رحلات خاصه لو كنت في سواحل دبي بعدها عند أخو شو يعني رحلات خاصة؟ يعني تكون لأصحاب ناس عندهم عوائل يعني مثلا عندنا وايد يفتقرون إلى حريم يبون يطلعون ياخذون راحتهم ما يبون يكون الله. قبطان ريال في ال... نحن نبغى ناخذ راحتنا نحن عائلة نبغى نطلع اللي مثلاً... نساء هي النساء اللي مثلا تبغى تاخذ راحتها في اللبس أو كذا عوائل فتقولك لك أنا أحتاج أني أنا أكون في مكان ما في ريال حتى لو مرات في قمرة قيادة فوق بس تقول لك أنا ما أحس بالأمان الله فأنا أطلع بهذه الرحلات غير أني أنا مثلا أطلع لأصحاب مناصب لك لا نحن محتاجين نشوف قطانة نتعلم وزوجته ومرتاحين أنه لا مرة موجودة عشان زوجته فأقول أقول عنها ملاك خاصة أنه هي العوائل وناس مثلا يجوني وفد أطلع أنا افتخر ككوني اماراتيه اطلعهم وفود خاصه الوضع بعده انه في قلق هذا بحر نحن نسمع ان البحر غدار نحن نسمع كذا شوف الخوف موجود ما في رحله انا ما طلعت الخوف موجود اكذب زين هو عفوا هو ترى حتى الطياره اللي هي الطيار كابتن يعني حرمه عندنا طبعا في البلاد فاكيد في نفس الخوف تحسين أكيد. بحر ولا جو اكثر يخوف؟ البحر يعني تخيلي ما بقطع كلامك بس انه يقول لك في احصائيه تقول لك الحوادث على الارض حوادث سيايير اعلى بكثير نسبتها من حوادث الجو. اما بالنسبه للبحر صراحه اعتقد نفس الشيء ولا؟ نحن بعد خطوره بزياده اكثر من السياير واكثر من الجو أه لا حوادث سياير اللي هي اكثر, أكثر شيء طبعا لانهم السرعه السرعه سرعه الطيش يعني مم. انت ال... القوانين البحريه خلينا نقول في اهتمام نعم في عندنا حوادث موجوده نعم ولا زالت ولكن مش بكميات نفس ال... اللي مم. راكب عنده مسؤوليه مم. هذا قبطان واعي عنده الفول على الطاقم هذا لأنه لا سمح الله صار شيء الاول والاخير اللي يسأل وينسجن القبطان مم. يعني دائما كنت اسالهم زين انا لو صار في حريق من اللي اول ناس ينزلون؟ قال لك هم وأنتي اخر وحده. او oh, واو wow. او المسؤوليات اللي على على السفينه او على الطياره وايد كبيره غير عن اللي قاعد يسوي الحوادث بطيش هذول مراهقين دائما لاحظي ان اعمارهم صغيره مش اعمار كبيره وان كانت كبيره بعد ما وصلت الحادث اللي كان انه هو السرح مشكلتنا نحب السرعة سبحان الله انزين خبريني كيف كيف تحسين ان أنا بدخل في موضوع ثاني هل يحق مش يحق يحق لنا الزواج طبعا لكن اللي راعية المنصب انا مره وحده شو قالت لي قالت لي مايا احنا في الاربعين واحنا ماسكين مناصب شي قالت لي، كنت في مؤتمر مرة وقالت لي قالت لي أنا ما أسوي لك فولو، أنا ما سويت لك فولو. أفو والله، فتقول لي حبيت كلامها، قالت لي أنتِ كلها تتكلمين عن المتزوجين وما تتم في شريحة من المجتمع أنتِ ناسيتنها. قلت لها شو؟ قالت في شريحة اللي هي أنا وربيعاتي كلهم نفس الشيء، كلنا مناصب، كلنا مناصب في الأربعين وما تزوجنا وما نرضى بأي حد. وما حد يرضى فينا. وانا نفسي مش تقول لي يعني قلت لها شو تبين اسوي؟ قالت لي اباكي تشجعينا ان نرضى بالاقل. نرضى الحين بالاصغر سنا، بالاصغر منصبا. كيف ارضى؟ كيف ارضى؟ فالشاهد انه انت صاحبه منصب، انا في منصب اللي مثل هذا مثل هذه المراه يعني، تقول لي انا وربيعاتي بنسوي لك فولو بعدها. فالحين أنا جيت فكرت أقول هل الخطأ منها؟ منا نحن النساء ونعمم، منا نحن النساء إن ما نرضى إلا بحد مثلنا أقوى؟ هل المرأة تحب الرجل الأقوى منها شخصيًا، ماديًا؟ ولا عادي لو ناخذ حد أصغر عنا سنًا وماديًا؟ شو رأيك؟ إذا بتقوليني كمنصب وكلش صعب. ليش الفكر؟ منو المرأة الرجل؟ المرأة يعني المرأة اللي عندها منصب فكرها صعب غير هذا هي قيادية وصلت لسن معين النضوج عندها عالي بتاخذ واحد أقل سنا تحصلين فيها مشاكل ولكن مش كل صغير سن هو صغير عقل صحيح بالآخر برجع وأقول بعد عندهم أغلاط لازم يصير تنازلات مم. اليوم أنت تدورين زواج اليوم وصلتي لعمر الأربعين هذا عمر مش صغير فمتى بتكونين أسرة هذا الصغير هو أيضا سوى تنازلات على أنه ياخذ واحد أكبر عنه صح حبيت فهي لا تحسبها أنه لا أنا فلانة أنا واصلة زين منه خذاني لا لأن هذا الشاب زين مني أنا خذته قصدك لاكس هذا الشاب يقدر ياخذ واحده من عمره وحتى لو كانت اصغر عنه بوايد مستانس وبيكون اسره وغنيه رغم انه حتى لو هو صغير او ما عنده وياخذ ما واحده غنيه صغيره في تنازلات لازم تصير من الطرفين بس الرجل لما يكون اليوم يا ياخذ واحده كبيره وما شاف لعمرها شاف عقلها الناضج في وايد من الشباب انا اجلس معاهم اسمع انهم ماخذين كبار استغرب اقول اللي يقول لي هذا عمر رقم بس انا تعجبني الحرمه العاقله الناضجه هو وصلت عمر انا ما باخذ وحده بعدني. امم لسه بجلس اعلم واتعلم كذا. الحين في هذا الجيل لاحظهم بدوا ياخذون اللي اكبر. امم لك لان اصبح الجيل هذا او بنات هالعمر اللي تبى تدلع واللي تبى ويقول لك انا وصلت لعمر لا انا برتاح. قولي لي انت كم عمرك بعدك 30 يقول لك بس انا اريد الناضجه بس يعني صح والله كلامك صح بس يعني انا بعدني احب أدلع انا بتكلم عني انا انت تحبين تدلعين للعلم يعني احنا ليش بعد ليش ليش دائما ان الرجل الصغير هو اللي يدلع كيف يعني يعني انت تبين تقولي لنا لازم تاخذ صغير الصغير خذي الصغير لا يعني انه هو هو ياخذني عشان الصغير ياخذ المراه الكبيره عشان آه هي ناضجة وهو ما بيعور راسه لا هو مو مب... مو بيعور راسه على يعني الاقل فهمتنا اوكي فهمتنا زين ما يعور بس بعدها تبى تدلل بيدلعها وليش ما تشوفين ان الرجال الكبير بعد يقدر يدلع صح لكن انت وين من هالدور انت يا تبين تتزوجين وتبين تحطين شروط هو وين ها. فنفس ما انا ابوه هو يبغى في تنازلات وصلت عمر الأربعين هي تشوف المنصب مالها فقط خلاص ما اللي واقفه لين هالعمر وتقول انا ما اريد اتزوج عشان انا منصبي بس في بعضهم انا ما اقدر اقول في امور يعني خلينا نقول و يعني اجبرت عليهم ان يتمون في هالمناصب مم. بس بالاخر انت ما تبين الزواج الزواج سنه الحياه طبعا هي قصة تقول لك انا بتزوج بس الحين كيف ارضى باي حد؟ هي هاي المشكله. ما قلنا ان كل الناس خير وبركه. مم. المال مو كل شيء. ياما نسمع ناس صدق سحر المال مو كل شيء؟ مو كل شيء. صدق؟ صدقين. انا جربت واعرف ان المال مو كل شيء. انا بنت غنيه والحمد لله زوجي مقتدر كذا بس المال مو كل شيء. شوفي يا ما احلاها اليوم انت قاعده مع ريال كوب القهوه هذا او تتمشين مع كذا المال هذا اخر شيء، هي اليوم استمتعت بالمال مالها بقوتها صح ولا لا؟ صح بس انا ما اقول ان تيجي تاخذ ريال اقل منها انه ما قادر يصرف عليها، لان احنا النساء شو كان عندنا بعدنا نبغى الريال صح لان نحس بقوه ان انا عندي ريال يصرف علي، بس مش الريال اللي لازم يجيب لي براندات عشان اقول هذا ريال مم. لا بالعكس ليش ما يعطيني الامان؟ ليش ما يعطيني الحنيه؟ هذول اهم صدقيني شو فائدة إني أنا خذيت واحد عنده مال الدنيا بس هو ما عنده وقت لي ما عنده غير علي دائما مشغول شو فائدة الزواج <applause> ما تحسين إن الرجل إذا كان صغير يكون أناني يحب نفسه بعده ما ما تحسين ان غيرته تكون بالزياده احيانا تشي يعني تحسين فتختنقين الحين انت جاي ماخذني ما انت الحين انا في الأربعين مثلا وانا اصلا يعني خلينا نقول شبعانه من الدنيا وكان عندها زواج قبل او كذا والحين جاي يتغ... اوكي غار علي بس الثقه هي جاي تشكك في 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 ثقتي ثقتك فيني جاي تشكك اني انا اصلا لو ما بتزوج كان ما تزوجت صحيح بايا ليش تنظرين أنه هو شافش في الأربعين هو ما يشوف عمرك صدق هو اللي جاء خدش ما شاف عمرك ويشوفك انتي كمايه كزوجته. حلو. اوه يا حبيبي. انا ناقشت هالموضوع. انا ما اشوفك بعمرك. انا اشوفك انتي كشخص. ليش ما تقولين انه هو راح يسوي نفس الموضوع مع لو اخذ واحده من عمره. اه. بدايه الزواج. أنت إيه يوم تقولين انا الثقه فيني لما في وصلتيها هذه هل كان زوجك يثق فيك؟ الثقه موجوده لازم تكون موجوده من بدايه الزواج. طبعا. بس تبنى مع الوقت هذا طبيعي اليوم هل انا كان عندنا ثقه من اول يوم قعدنا مع بعض م. لا الا لما صرنا ربع امور صح فالثقه ما تنبنى على اول يوم يكون في احترام وموده وذكرت في القران ما ذكرت الثقه هذه تيجي مع الوقت بس هو يوم يا ياخذك ما شافش بعمرك شاف هاي تجربه لي اول مره انا ما يخصني بعمرك شو جربتي شو كذا هو ما يشوف هو ما ينظر له ينظر لك انت اليوم انت معاي زوجتي الجديده زوجتي بعمر جديد اللي اول مره تزوجت ما ينظر على ان انت الزوجه اللي تزوجتي قبله صعب مم. عليها ينظر تحرقها من الداخل انه مثلا بتجين تقولي له انا ترى كنت متزوجه قبل وعندي خبره كذا انت تعورينه هو يريد يشوفها من جديد يشوف مايا من جديد سحر من جديد فالغيره هذه موجوده في كل رجل ان كان كبير ولا ان كان صغير خلينا نقعد مع الكبير مم. من عمري وعمرك هتلاقينه عنده غيره في في مشاكل في كل زواج شيء. راح تقولي له بس انا عمري واسطه بهالعمر بعدك هذه موجوده. هو رجل. أه. رجل اللي ما عنده هذا الموضوع هذا ينخاف منه. معناه ما عنده اهتمام، معناه زواج مصلحه. طيب سؤال تو الحين على بالي. زين هو خذاني عشاني مع انه اصغر عني عشر سنين مثلا. الحين بيتحرك والله انا مش متزوجه انا بس ياسه ياسه اعيش الدور لانه موجود هذا الواقع زين خذاني انا عشر سنين اقل عني أه تحسين ان احنا نخاف بعد عشر سنين يتركني صراحه او يتزوج غيري ترى انا مو ناقصه كثر بعد سنه؟ لا طبعا بس أتكلم يعني أنت يا اتكلم انا يعني يا تخيل انت اللي ولا هذا تفكير سلبي هذا التفكير اللي انت اه اوكي أنت ضامنه اللي من عمري وعمره يروح يتزوج علي سامحيني يعني مع كل احترامي للرجال لكن في رجال متزوجين بدل واحده اثنين وثلاث رغم هي من عمره ليش؟ فهل انت ضامنه؟ لا انا ليش أجلس واسوس وافكر واجيب لي مشاكل عيشي لحظتك انت ضامنه تعيشين بكره؟ زين <applause> لكن لازم تهتم في نفسها أوه. حتى لو كانت بالعشرين المراه اجباري انها تهتم في نفسها مرة اجباري انها تعدل من روحها دائما بين فتره وفتره الملل اللي يصيب الرجال خلينا نقول ايش صريحين نحن السبب أمم. <applause> ليش يقولون المراه شمعه البيت ريال الاساس طلع برا يجيب هاي يقولون لا بس في بعض الرجال يوم يدخل البيت ما له خلق زين لما هو يدخل وتلاقينا هي ماسكة الياهل وتصارخ من هني وتصارخ بدمج من وين بيجي بالطاقة؟ زين وياي تعبان نحنا نحتوي كانت الوالدة دايما تقول الرجل الله يحفظها أمي يوم تلسين معاها دايما بصف الرجل بالأكثر بس تجيبه بطريقة حلوة تقول الريال كالطفل أنا لاحظت ولدي عنده تعلق في أكثر أنا أكثر من أبوه. يقول الريال لما نقول عليه كطفل مش إهانة هو يحب يتدلع يحب إنه دايماً حوله وحدة الدلع تقول له الكلام الطيب هيقولون بعض الحريم الحين صح انت ما تعرفين إحنا شو نسوي العجب. م. صحيح أرد وأقول إنتي تسوينه لنفسك بعدين لهو فأنت من تعدلين وتلبسين هو انت جبتي الطاقة الإيجابية لنفسك حتنشرينها للآخرين والحياة مو دائماً وردية فيها مشاكل أنا ليش حبيت البحر لأن يعني البحر أنا أشوفه هو حرمة شفتي من نحن نقول الهرمونات تلعب دور نحن تشي فأنا البحر نفس اليوم هادي بعد شوي ما تعرفين كيف هي بعد يومين البحر عالي بعد يوم نحن كطبيعتنا نفس البحر صحيح بس نجيب محتاجين اللي يتقبل او يتفهم هرموناتنا. وما راح يقدر يتفهمش دائما لانك انت مو قادره تفهمين نفسك، اليوم ما انت قادره تفهمين مم. نفسك من داخل شو اللي يصير اكيد دا. اكيد في امور تحتارين فيها صح؟ فاذا كيف هو تبينه دائما يتقبلك في وضعك؟ تي ما بين شد رخى بس نحن ما نقدر نشد. يعني يوم يوم اقود السفينه انا ما اقدر اشد السكان لازم أماشي الموجه ولا بغرق. ولا بيستوي حادث عندنا مشاكل ما بقول لك ان حياتي ما فيها مشاكل كل حياه زوجيه فيها مشاكل ولكن لازم تتسايرين معها ما بقول اجل العشره او لاجل الاولاد اجل نفسك مم. فلا اظلم نفسي ولا اظلمك معاي بس انت تحتاجين كله من الريال عطي تاخذي انزين الاهل الام الاب لما يحق بنتهم واحد أقل عنها سنا هو حبوب وكل شيء ومحترم والناس ما شاء الله ووضعه زين ومادي كذا زين شو يقول <تصفيق> الأب ما شاء الله الاستشارات قاعدة تعيش على أنهم يريدون يأخذون زواج أصغر أصغر وأنا أصلا أنا ياسا <applause> أفكر في هالموضوع فترة يعني أنا واجهته خلينا نقول واجهت هالشيء فيقولون الأب يقول هذا طماع يباك عشان فلوسك يباك عشان إذا ما كان عنده فلوس شو بيقول الاب؟ اكيد ترى هاي اقول لك اياها يعني ان كيف توصلين مرحله تقنعين او او خلينا نقول ليش الاهل ما يقتنعون وهل المفروض انا اقنع واذا اقنعت هل تحسين طبعا كل شيء نصيب لكن اللي يجي في بالي مثلا اقول اخاف اخاف يعني اطلع عن شور ابوي يضايق مني او استوي يستوي لي شيء أو يغضب, علي او يغضب علي وما توفق او فعلا لا سمح الله انا ما اقدر اسوي استوي فيني طلاق ثاني بعد الحين اول طلاق كافي كم, كم مره بتطلقين عرفتي كيف فتحسين تمشين مع شور الاهل ولا تمشين مثلا مع قلبك ولا تمشين شو تستخيرين شو تسوين شو شو الحل في اهل يظلمون عيالهم بس لما تجين تقولين ان عمرها كبير ما خذي النصيحة وتوكلي على الله بس لازم تدرس الموضوع وايد صغير السن هذا كيف هل انا ما اخذتنا عشان شو بالضبط عقليته كيف يعني سامحيني ما بقدر اقول فيها نظرة شرعية لازم اعرفها اكثر مش اني اواعده صح كلامك 100% بالذات للناس اللي مثلنا اللي متزوجة مرة مرتين مثلا أنا مرة واحدة يعني بالنسبة لي عندي خبرة يعني مو سهل شفتي مكان عمل سألي عنا أكثر الأهل يسألون عنا أكثر خلي عندك إخوان يتعرفون عليه لأن العقلية تلعب دور صح يمكن هذا ما عنده تجارب لكن هذا في لحظة طيش يبى ياخذ وحدة كبيرة يجرب ويقول مع السلامة. امم بس لما نيجي ننظر لها بالدين الإسلامي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان أفضل شخص نتعلم منه انه صحيح زي صحيح صحيح يقولون زين إن نحن م... أنتم مو برسول هاذي وايد نسمعها، أنتم مو عايشين في زمان الرسول لكن كل شيء سواه الرسول أجل نتعلم منه ان في حريم يصير لهم النصيب مو بحرام مو بعيب بس المجتمع يقول ليش لا كيف انا متى بدي اثبت للمجتمع بعد الزواج اللي مر بسنة سنتين ثلاثة معناها الحمد لله هذا نصيبها كان مع الوقت صح لان انا دايما اقول العمر رقم من اسأل كم عمرك اقول عمر رقم امم تسألني انا شو خذيت من الدنيا تكلم معاي اعرف انا شو اعرف مش تسألني عن عمري يمكن أكون عمر ولكن كلمتين ما أعرف أقولهم خبرة بالحياة ما عندي مم. فأنا ما أقدر أقول لوحدة أن أطلعي عن شور أهلك ولكن في نفس الوقت أقول هذه عمرها مش صغير هي ناضجة وعارفة بالضبط هي شو تبغى جميل العيال في النص اللي عندها عيال وشباب مثلا أو بنات صبايا شابات, شابات وشباب اثنين أم تقبلهم لهذا لهذا الشخص تقبلهم لانك انت فكره الزواج من اخر يعني كيف تحسين كيف تقنعينهم كيف تحسين انهم تخليهم يشعرون انك انت ماما ترى انت في النهايه انت بتتزوج, وبت بتروح عني. وهي بتتزوج وبتروح عني وهاي بتتزوج وبتروحون عني شو يقول لك يقول لك امي انا لا بتم عندك بسكن عندك وانتي ربي جي ولدي يقولي وانتي ربي لي ربي لي عيالي فانا الله يحفظهم يا رب الله يحفظهم يمكن هاي فضفضه بيني وبينك صراحه يعني ان كيف تقنعين عيالك ان حبيبي يعني انا لي حق اني اعيش ما اعرف السؤال وايد صعب من قدام الامر الواقع تحسين ان بالكلام الطيب اوكي لازم بتقولي له بالاخر هو ما هو مش انه حاقد ما يبغى امه تتزوج او تستانس بس هو يحب امه بشوف ان هاي امه ملكه خصوصا الولد لان عندي دائما امي مالتي هاي امه ودائما شو اقول بتيجي الزوجه وبتقول باكر امي مين لا لا انا بتم وكذا بس الحياه تغير بيصير عنده مسؤوليات وبيت الخاص ويمر على امه كل يومين وال... صحيح هذا طبيعي هذا حال الدنيا صحيح بس ان انت تظلمني لا يمكن انت بتين تقولي لي كيف اقنعه والله اذا هو شايف امه كل يوم انت تتزوج وتطلق ولا ما يقدر يتقبل هالموضوع ولا الانثى مم. ولا البنت بس ام تركت واعطت فنت عمرها كل الوقت هذا لاولادها وجاها النصيب انها ترتاح انها تكون مع رجل لانه بالاخر هي محتاجه رجل صحيح والانثى محتاجه رجل فالزواج حلال والزواج جميل بس بعد افكر فيه هل انا اليوم بيكون مصيري مال سنه سنتين بتقولين توج قلتي انت ضامنه اي بس أدرس زين صحيح واتوكل على الله مش اقول انا ضامنه وخلاص واوكل امري لله لا امي كانت تقول الزواج نفس البطيخة تقصينا ما تعرفين هي حمرة بس مو بعارفة طعمها فأنا قبل لا أخذها أتأكد من وين مصدرها كذا كيف وبعدين أخذها وأتوكل على الله جميل. ما في زواج أنت ضامنتنا مية بالمية احنا حتى حياتنا ما ضامنينه ولا عارفين هي شو قاعد يصير بس يدرس وناقش في العيال اليوم بيزعلون بس بكرة بيرضون آه. بس أنه ما يبون قصبا عنهم إن لازم أخذوا أخذ وعطاها أخذ عيالي. عيالي أنا ما بخسر عيالي لأجل رجل لكن في نفس الوقت أفهم عيالي ترى أنتم رايحين ويلس أنا وحيدة مم. حلو إنزين خلينا ننتقل لموضوع ثاني من ضمن هذا الشيء صاحبات المناصب تحس صاحبات المناصب أحسهم معانين والله هي تصدقين ليش لأن أعتقد إحنا المعاناة جاية منا إحنا من صوب يعني انا جايبه المعاناه لنفسي وحده يعني انا اشوف ان صاحبه المنصب اذا ما كان عندها ذكاء عاطفي واعي بتيب المشكله لعمرها ليش لازم يكون عندها قدره ان تغير قبعات قبعه المنصب وانا تحتي ألف موظف و موظف وكلهم يسمعون كلامي وكلهم سمعا وطاعا ترى هاي عاده والايجو يعني فتريد تمارسه في البيت تبغى تمارسه في البيت وهذا صعب فتنسى عمرها فهني يدخل عامل الذكاء العاطفي حتى انا مره في ريل كذا ريل قالت كوني قطوه قالوا محشومه دكتور ليش تقولين عنها؟ قلت يا جماعه الخير شوف كيف القطوه تتمساح تتمسح يعني هي هو ليش؟ ان انا مهما كنت كبيره برا والكبير رب العالمين لازم اغير الدور، الدور لازم يكون عندي مرونه تحسين ان احنا النساء نساء اليوم وصاحبات المناصب ما عندنا مرونه نبغى الناس تتقبلنا كما نحن هي حسب هي شو تبغى انا يوم جيت ادرس في المجال البحري كقبطان لاني انا انسانه احب القياده انا امراه قياديه مم. لكن ما قادرة أمارس هذا الدور إنه يكون عندي موظفين وأنا أقودهم في البيت عندي ريال واريد اكون في بيتي انا سحر الانثى اللوعه الجميله ما اريد امارس هذا في البيت لان بيصير في خلل ومين الريال اللي فينا ومين المراه احتمال انا اكون قويه بس اللي قدامي شايفتنه مهزوز مع الوقت ما بتقبله اذا مين السبب؟ السبب انا والسبب هو اللي ترك هذا الموضوع اني انا اكون امراه قياديه في البيت ودي اسرتك لكن مش في كل شيء اهتم بشؤون المنزل وكذا هي السبب لا تقول اني انا مو قادره ما في حرمه ما تقدر تلين ولا تسوي كل شيء احنا الله معطينا ميزه ان لو نريد الشيء مني ولو نريد الشيء نغيره بنسوي هي اليوم لما عطى إن شوفي انا اشهد انا اشهد لك بهذه انا السبب السبب يبدي ان انت تكونين ضيفتي لان انا عرفت انت تعرفين تتعاملين بطريقه جميله جدا بذكاء عاطفي مع الزوج. يعني انا هذا الشيء انا اعرفكم انتم كاسره ولاحظت ان فيك مرونه. يعني انا انا اعرف لان انا اشوف عندك مرونه، عندك قدره على التكيف، عندك قدره على مش التنازل، انت ما تتنازلين، انت تعطين مساحه انه يكون رجل. لو مارس رجولته عليك عادي مو مشكله. وامام الناس عادي ما عندك مشكله ما عندك قبطان وعندك انت منصب وانت كذا فانا هدفي في السؤال لانه فعلا انت كذلك لان حتى يوم نطلع يعني انا مثلا اكون مستانس ان كل اللي حولي هم جايين عشان القبطان يبون يفون ولكن انا لما اشوف تصرف من رجلي ان في شيء هي كلمه لا انا باك تكون شيء تتكلم شيء احسن مني مم. عشان لما اناظر اناظر رجل لا أنت دائما اقول وراء كل رجل ناجح امراه ناجحه فاليوم اذا هو ناجح هو ذو شخصيه معناها انا ذو شخصيه تنازلات هي مو تنازلات اني انا تنازلت من كرامتي ولا كذا لا هي عشان تمشي الحياه عشان كل واحد له دوره التكيف ضروري تمر عليه حالات لا. لا هو يريد يمشي رايه بس انا اجيبها بطريقه ثانيه رايك موجود حلو بس ناقشني قل لي ليش انا ما احب انك تيجي تقول انا هذا لا وخلاص م. انا اسست في اسره في اخذ وعطاء نعم بس انت مرات ابوك وامك ما يقولش تسوين هالشيء هي بس هذول ابوي وامي انت زوجي لي حق اسمعك ولكن الزواج اخذ وعطاء تاخذ تعطي ما بقول إنه لا بعض الامور راح راح امشي رايي فيها في امور حساسه عند الرجل ما اقدر هي هي هي. صحيح المرونه موج اجباري مم. اجباري المرة كل ما كانت مرنه خفيفه ريال يتعلق فيها اكثر مم. كل ما اعطتها الدور انه يكون رجل بس مو معناه انها تدوس على كرامتها او تقلل من قيمتها لا انا قيمتي موجوده وانت قيمتك محفوظه مم. انزين تحسين ان هو سؤالين السؤال الاول تحسين يوم يكون ريدك معاك في الايفنتات وتطلعون وتظهرون وانت لابسه لبس القبطان. تحسين انه فخور فيك؟ انا اشوف انه فخور فيك بس بس تحسين انه بالعكس يعني ما عنده اي مشكله. بتجيبينها من ناحيه غيران. ايوه. وتشوته. وتصير. وتصير معاي يبين في وجهه. لانه هو عليك منك. عليك. هو غيران علي. عليك. انه ترى الرجل اللي يطلع معاك في ايفنتات هذا مو قليل الشخصيه ادري هذا واثق في نفسه ويريد يكون مع حرمته ويظهر هذه مالتي الله انا بعض الاوقات ريلي الحبيب حاول نتعامل كبزنس وايز البزنس وايز اني اعرفه كفلان لفلاني ما اقول زوج لان هذا بزنس لكن تجي يتحسس في نوع ما انه ليش ما قلتي ريلي آه. غير موجودة هو يعتبر نفسه أسد آه. وهذه مملكتي لاحظي أنت لو تشوفين عالم الحيوان الأسد وحشاهم خلي حد يجي يقرب على حرمته ولا على شبلة فيقوم الأسد هو يناظر من بعيد نحن دائما نشوفه أنا أكثر شخصية تعجبني في حيوانات الأسد صحيح لأن دائما تشوفين تفكرين أنه كسان قاعد ما عنده شغل الحرمة راح تجيب لأكل كذا بس في وقت الشدة هو يناظر من بعيد مم. فأول ما يحس فيه خطر هو قام فهم يوم يكونون معنا في الإيفنتات هم معطينك المساحة والحرية مم. ولكن بحدود ويوم يحسون فيه خطر تلاقيه وجهه يتغير وتلاقيه وراش ما تعرفين هو من وين يا مم. هاي ويننا دائما خليه في الإيفنتات أنا مع وضد مم. مم. هذا السؤال الثاني السؤال الثاني يعني عادي عادي تروحين بروحك ولا لازم أي وياك لا, لأ للأمانة ها. أنا دائما عندك وقت تعال مو عندك وقت أنا رايحة بالعكس هو عارف إني أنا أطلع هو قبل فيني من الأول أنا أرجع وأقول ودايما أرد وأقول خلوا الأمور واضحة من الأول من البداية من البداية إني أنا احتمال أطلع في التلفزيون أنا احتمال يكون عندي أوقات كذا أنا احتمال بس مش معناها أني أنا أترك الموضع يومياً شي م. أنا حالياً بفترة خمس أيام معرض المعرض يومياً من ثلاثة إلى تسعة مرات أوصل بيت عشر ونص وأحاول أوصل قبل لان يعني عندي حدود من بعد العشر ونص أنا ما أدش البيت نحن تربينا فعلنا شيء هذا خلاص وقت متأخر يعتبر بس توتر أنه لا أنا لازم أرد البيت مع أنه في زحمة فيك. فهو تحملني هالخمس أيام لأنهم هذولا في السنة مش معناها اني انا اجباري اخليه يعيش دور اني آه. يوميا برا كل يوم رده متاخر وتحمل والله هذا هاي الحياه هذا شغلي هذا شغلي خلاص يوم انت كنت تبين شغل ليش تزوجتي؟ بعد صح سامحيني ماي انت تبين شغل ليش فكرتي تتزوجين؟ والله عشان استر على عمري ويب عيال مو ذنبه ولا ذنب العيال مم. لان في دور اسمه رجل وفي دور اسمه نحن نزعل مرات اذا رايلنا متاخر صح ولا لا؟ صح انت كيف تعشي البيت متاخر؟ فكيف تبين تتقبلين انه هو يشوف حرمه داش البيت متاخر؟ صعبه وهو رجل هل الوالد كان يرضى انك تدخلين البيت متاخر؟ لا طبعا احنا خلينا وين احنا زمن الطيبين اصلا ما كان في اصلا طالع هاي حدنا حدنا مطعم حدنا كي اف سي وما كان في دليفري اخوي يبي الوالد الله يرحمه لين الساعه 8 قولي <applause> <applause> والله ثمان وانت عندك انذار طواري في البيت. انزين. وكان مش دائما طيب لازم تكون طالعه مع الاخوات ورايحه بيت اهل بس انك تطلعين وتردين هو اني انا كنت متزوجه. كان يرفض الوالد الله. يسمع اني انا داشه البيت. امم. <applause> فيعني <applause> انت قلت لك انت الوالد الله, يرحم. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه انزين ابو اسالك الاسئله اللي ما شوفي انا حتى تعرفين احيانا يعني انا احضر فقط البدايه سر يعني بقول لك اياه احضر فقط البدايه وبعدين على حسب ما خليني اذكر موضوع يعني سامحيني اتطرق لموضوع انك كلمتي هي تمارس قيادتها في البيت. انا بلبس القبطان اعتقد شفتيني شخصيه. وهاي الشخصيه انا احبها وما احبها. صدق؟ تقولي كيف؟ وش اني يعني انا احس اني انا ام نوت فيمينت وش انسى باللبس شديده اوفر اضطر بسبب اللباس واحترام اللباس كذا لان اخذ دور شويه رجولي يا يعيبني ان في قياده في احترام في كذا ولكن في نفس الوقت بحاسة حاسه نفسي كأنثى فاليوم اللي تعمل منصب هي هي مضطره انها تعمل شيء عشان تمشي اللي تحتها إذا ما كانت الحرمة قوية وشديدة ما بتقدر بس هاي القوة تبين جبنا في البيت هو تزوج أنثى فيحتاجها تكون أنثى ناعمة عندها الدلع عندها المرونة عندها كذا وهذا واجب علينا مم. واجب علينا أن نعيش هالدور لأن حتى العيال هي يقولون شو الفرق بين شو أبوي أنت بعد شي وأبوي شي صح انا مرات كنت وصلت مرحله انا كنت اوفر شديده خلص ال... صرت اجيب ال... الشغل البيت الشغل للبيت او الشخصيه او الشخصيه كيف كيف طلعتي منها؟ كيف كيف وعيتي لا الموضوع لا 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 اوفر الكلام اللي اسمعه انا احس اني حتى ريلي يوم يكون معي في الايفنتات كان يعجب الشخصيه بس اجا وقت متى هالايفنت يخلص؟ ابى سحر زين فأقول له سامحني غصبا عني أنا أعرف ويكون معي أعرف أني أنا شديدة عليك بس والله مش بإيدي بسبب الظرف اللي أنا فيه فحاول أني أتلين بس ما أريد أتلين الموقف لا يسمح لي آه. بس ترى هذا الشيء زين حق الريايل يعني للزوج اللي ماخذ ما وحده قويه وواقفه هو انه ما حد يتعدى عليه هو واثق و... على لكن هو ما يبغى هالشخصيه ترجع البيت يخاف يمكن انك انت تمين جيل البيت بعد صح يعني هو بالنسبه له ما يبا حرمه يبا انثى مثل ما قلتي تفضلي هو زوج انثى يعني. صحيح زوج رجل صحيح انزين الحين اه يعني بحاول شي نحرك على محور الاسره احنا جالسين نتكلم عن نحرك الدفه لمحور ايوه <تصفيق> <تصفيق> ايوه لان احنا نتكلم عن الاسره اه امك وابوك تربيتك انت كسحر اه انا انا ملاحظتي من انك جريئه وانك ريسك تيكر تاخذين يعني عندك هالجراه اللي عادي في ناس ما تعيبها انا عادي يعيبني انا باخذ المخاطره شغلك اصلا كله مخاطره بس انا جالسه اتكلم ان شغلك يعبر عن من انت فعلا فهل انت كنتي تي وأنتي صغيره واهلك لليوم هل متقبلين هاي الشخصيه اللي يعني مثلا لا وبعدين سحر وبعدين مللتينا الحين انا كل يوم احاتيك وكل يوم اخاف عليك وانت كل يوم تطلعين بفكره اختي الكبيره الحين لو تشوف يعني ان شاء الله بتحضر الحلقه زين بتقول هذه مو بسحر تعالوا انا اخبركم سحر شو كان <applause> ما ادري احس جي انا ما اعرف شيء عنك انا كنت هادي وايد زين كان اللي يحس على قولة وحده من خواتي الله يذكرهم بالخير بيقولوا لك ان سحر حتى يوم نضربها ونضايقها يعني نضايقها هي. كانت تاخذ ركن اسمه ركن ماي بس هذا ركن, ركن سحر ركن صياح وروح انام وانا زعلان لا والله ولين اليوم انا عندي هذا المبدا اني أنا, انا ما اردنا اناقشك الساين تريتمنت وعيالي يكرهونا وزوجي أنا ما راح اتكلم ما راح ناقشكم عادي يوم وادخل انام زعلان زين هاي 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 وين راحت الشخصيه؟ لا هاي بعدها موجوده اقول زين طارت طارت <تصفيق> 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 لا هي اصبحت جراه اكثر الخبره الحياه ولكن جراه بحدود انا <applause> بعد لازم احسب انا عندي اولاد عندي مجتمع عندي كذا مش اني انا اي شيء بسوي ما يهمني العالم لا 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 لا, لا بس انت ما تخافين انا عارفك انا عرفت من انت انت فيك أنتي مجتمعيا الشيء اللي انا بسويه بسويه الشخص بسوي اللي بس يكون انا يكون له فايده ادري 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 انت انت أنتي وحده تاخذين كالكوليتد ريسك مخاطره محسوبه وعلى فكره انت الحلو فيك واللي عايبني وايد وان شاء الله يا ربي اقدر اتعلم منك <applause> هالشيء <applause> <applause> والناس بعد <applause> تشوفه انت عندك كالكوليتد ريسك وايد في انت انت يو ليف ان يور هيد وايد تسكرين النويز عادي الناس مو عادي المهم انا ما اسوي شيء غلط ما تعديت عادات تقاليد دين وانا عارف عمري اعرف عمري واعرف عمري شو تحتاج انا بسوي هالشيء صح؟ اذا من ناحيه شغل هي بس انا وايد اسمع للناس والله ياثر فيني شوي مم. يعني دائما احسب حساب انه ما بحد يكون زعلان ولا كذا بس اذا نيل للشغل لا سوري مم. انا شايفت انه صح ومدروس صح بسوي وتقولين جريئه تقولين انا لأ انا شو ليش؟ مم. عفوا احنا قيادتنا الرشيده احنا في الحمد لله في دوله لا مستحيل لا بسوي مم. مهم ما ضار حد لا جايب اي مشاكل يمكن يجيب لي انا مشاكل لنفسي لصحتي لكذا بس انا بسوي بسوي مم. في معلومه ما ادري اذا تعرفينها مم. قانون البحري ما يجبرنا نحن نسبح لانه يقول لك ان في لايف جاكيت تلبسينه انا ما اعرف اسبح لا صدمتيني قبطان هذا الكلام اللي اسمع قبطان ما تعرفين تسبحين الاولى في الامارات اي نعم ما تعرفين تسبحين هذا كان على الماضي خليني اخبرك زي السالفه قولي انا اعرف اسبح سحوره لاني غرقانه مرتين في الصغر قولي والله صار عندي فوبيا والله انك انت رهيبه بس لاني انا احب القرش أحب الحيتان أي شيء كبير اللي أنتو تخافون منه أنا أحبه قلت لك هذا مخاطر. اللي أنت قلتي مخاطرة أنا عرفت فالغريزة تلعب أنا أبا أغوص إذا لازم تعلمين سباحة بس أنا أخاف من السباحة ما في لازم تعلمين سنة والله يعني أذكر لك كل الخير سنة هو صابر هو خلص الكورس بيومين هو يسبح وأنا سنة إن شاء الله بكره لاحظت ان الخوف يسوي عوائق وايد انك ما تستمتعين بالحياه ولا تسوين اللي انت تبينه بالطريق الصح صحيح ما ياخذ انه والله لا تخافين سوي اللي انت تبينه صح والطريق الصح اللي فيه يفيدك انت علميا عمليا هذا اللي يعني خذي المخاطره وتوكلي زين ليه ما يعني المدرب كرم الخير كابتن علي قال لي كابتن سحار شي بالحرف لو... <applause> اخرتك كابتن وسحر راستي ما تعرفين تسبحين عندك يوم واحد انا صبرت سنه ودائما تعطيني اعذار الدوامات وفعلا كنت في وقت انا الوالده الله يحفظها, يحفظها تعبت شوي ودخلت في ظروف مو بوقته اللي عندك يوم واحد ما تعلمتي انت برا كيف تتعلمين والتي... بيوم سحر يوم زين صدق صدق يوم واحد انا كنت مع المدربه وكان يشوف هذا بس لانه اعطاني تهديد وانا ما داني حد يهدد ولا حد يقلل من شاني انه شو نحن طبعا الحريم لا تقلل مني يوم من انا عرفت اجيب ياهل وتعبت فاعرف ان انا قادره اسوي المستحيل ترى الحمل والولاده مو بسهله طبعا هم يذوقون شويه وجع وتلاقيه طاعه وانا ما هي. يوم اليوم الثاني قال له ريلي تعال بننزل غوصه قال له سحر ما خلصت قال له برايه يا ريلي المسكين على انه بناخذ الغوصه والسحر تتفرج وهو ما يبغى ينزل قال يلا انزلي قلت له شلون انزل قال يلا انزلي اسبحي <applause> ريلي جا قال متى؟ قال عشان تعرف هي تعرف تسبح بس هي عندها خوف وهاي الحرمه ما تحط في راسها شيء بتخلصه يوم واحد نزلنا سوينا غوصة بدل غوصة بس مؤخرا في الفجيرة أنا شفت قرش بدل واحد اربع خمسة أنا سايرة عندهم هم يسحبون إن لا تروحين هاي فيها مخاطرة لا أنا أردرو ليش أنتم ماخذين نظرة إن القرش مؤذي والقرش هو القرش مؤذي يا بنت الحلال لا والله طلع مسكين قولي هم والله روحوا عني لا والله يخافون قول لي أنا عارفك. هم اللي روحوا عني والله بديتك يا حبيبتي لا المخاطرة موجودة كل شيء بس بحدود زين زين انا الصراحه فاجاتيني بهاي سالفه انك انت ما كنت بس خلاص الحين اعرف خلاص الحين انت حتى الغوص الحمد لله سكوبا دايفنج اميزنج ام سو براود اوف يو والله زين أم فقلتي لي الام والاب تقبلوا اختياراتك لا كرفتهم والله نو no واي عموما ليش؟ عموما يعني بافكارك عموما تحسين ان لا الحين الحين هم اول الناس اللي تحط البوستات وما يخلون حد ما يورونا مم. بس كان همهم الموازنه في البيت كانوا يحاتون ان هذه تنشغل عيالها أنا عنا الأسرة اهتمامها للعيال فوق طبعا الوالد ما في داعي تشتغل طيب اخذتوا الشهادات كنا الحمد لله مقتدرين حق شو تشتغلين مم كان يرفض موضوع الشغل انا الوحيدة اللي, مم هي اللي هي طلعت, طلعت يعني خواتك يشتغلون لا بس أنت قلت لك أسرة تعشق شيء اسمه المرأة في البيت المرأة في البيت وعيالها حلو عندهم بزنسهم الخاص ولكن كشغل حكومي لا مم. هي صح انت تخاطرين وايد <applause> يعني نظرتي ما خافت حبيت صدق يمكن ترى انا اللي متزوجه قبلهم في عيالي شوي اكبر بالعمر من عيالهم هي. فانا كنت حابه ابين لعيالي ان الحياه مو بسهله بس تعبون عشان توصلون هذا الجيل ما ينفكر الموضوع كله سهل. أو ليش اشتغل؟ باخذ شاتي بيلس بيني ريال عنده فلوس. لازم يعرفوا الحياة مو على طاري الفلوس. المرأة اللي تاخذ أو تتقاضى، أن هذا سؤال وايد ينسأل في السوشيال ميديا. لازم تدفع وتحط في البيت وتحس عمرها أن هي هي خلينا نقول الاكبر سنا مع انك انت وضحتي الفكره حبيت الفكره جدا منك ان انه هو ما يشوف السن هو يشوف انت يشوف نعم. سحر انزين هي اكبر سنا اكبر منصبا اكثر أه ما ما جميل ماديا ثانك يو روحي حبيبتي انت اكثر ماديا فتقول لي انا انا ما اعرف كيف اتعامل معاه كيف أس... و... لي وين اسمح لنفسي اني اتعاون معاه لان ابغى اتعاون بس لاي مدى اقدر اتعاون معاه انت كيف كيف تحسين هالموضوع اجمل كلمه قلتيها لاي مدى اتعاون معاه مم. والله مو بنتي تلبسين براندات مم. مبلغ وقدره وتبينه هو يجيب لك هالشيء انت خذيتيه مقتدر على قده ونفرض يمكن هو رجل صغير السن وذو منصب ما شاء الله اليوم عندنا عمارة صغيرة وماسكين مناصب مم. من معناها أني أنا أطالب منه بواحد اثنين ثلاثة أنت عندك فلوسك أنت حرة فيها تبين تشاركين في أمور البيت شاركي هو مو طالب منك لكن لا تجين تحسسين أني أنا شاركت في البيت ترى أنا حطيت ترى أنا سويت ترى أنا عيبنا نحن الحريم نتكلم نمنن نقولها نكون صريحين ما هي. لا تقولي لي ما في مرة ما تقول في لحظة بوقتها ترى أنا سويت مم. حتى لو ما كانت تعطي المال بس تقولي ترى أنا سويت لك مم. أنا عطيتك أنا سويت وقت لك طبعنا حريم مم. فاليوم انت تريدين تساعدين تساعدين بكيفك بس وش معناه روح خلينا نفرض مثال أنا بفيلا عايطتني قيمتها ثلاثة مليون مم. إنت تدفع المليون وأنا أدفع اثنين مليون هو رفض لا ليش وما ليش وكذا انه هو حاسس نفسه انه في لحظه فتقولي له انا دفعت اكثر عنك. انا حطيت وانا اكثر فشو شو سوي؟ لا تشترين عيشة انت رضيتي من الاول انه هو كذا وهذه هذا مستواه هذا هو بيحسن من وضعه اذا ما تجين تجبرينه بشيء فوق طاقته انت قبلتي فاذا العيب منك مش العيب منه هو هو قاعد يحاول يحسن من حاله بس انت تريدين تعيشين بالمستوى اللي انت تبيه فاذا ليش رضيتي تاخذين واحد بهذا المستوى؟ مم. تعرفين ان حتقولي لي حب لك الحب هذا كلام احنا نحب وكذا يروح مع الوقت لان لم يذكر بالقران شيء اسمه حب ذكر موده ورحمه مم. هي مشاعر تبنى عليها الحب مودة ورحمة وانت ما شاء الله مايا في الذكاء وفي الكلام هذا افهم مني صحيح فبتقولي لي حب لا هذا سامحيني انت بهالعمر لا تقولي لي حب عقلك ناضج عارفه شو تبين فانت متقبله هذا الوضع ولكن لا يقلل مني مش معناها بيقول عندك فلوس ايش سوي من الاول فلوسي لي اموري لي لا تتوقع مني اني اساعدك اساعد باللي انا ابغاه انت عليك دورك واحد اثنين وثلاثه وانا دوري اكون الزوجة الصالحة واسوي لك واحد اثنين وثلاث. جميل. انا ليش جالسة اتكلم في هالموضوع وايد؟ لان في احصائية تقول لك ان نسبة الرجال في الدولة اعلى عددا من النساء. تخيلي؟ احنا متوقعين كنا متخيلين العكس. ونلومهم زين؟ لكن نسبة العنوسة اعلى. ونلومهم فالحنوسه انا ما احب الكلمه عنوسه لكن هي هي هو المصطلح يعني المستخدم خلينا نقول العزوف عن الزواج نعم. اللي مش متزوجات نعم مش متزوجات فهل انه ليش؟ انت سمعتي الاحصائيه واكيد سويتي دراسه ليش؟ شوفي سالفه إنه إنه ما يبون يتزوجون كثره الطلبات او كثره الشروط يعني ما يوم تجي تطلب مهرها من نص مليون وابى عرس بسعر وكذا رغم ان قيادتنا الله يطول بعمارهم ما قصروا ما قصروا قال لك خلوا التكاليف لامور احسن وكذا اذكر انا اول زواجي قال لي تبين المهر تبين عرس كبير ولا تبين فلوسه ولا شو تبين؟ تري فيهم يومي شو قالت لي؟ سوي حفله على قدكم عائليه ليش؟ خذي الفلوس سيري استانسي فيها م. ترى الناس سويتي لهم العرس سويتي افخم شيء ما بيعيبهم وبيتكلمون خذي فلوسكم انت الرجال هذا تعب على فلوسه خذي يا تسوين شيء فيه فايده لك يا اما خذوه واستمتعوا سيري بدل بلد كم بلد تطلب وعرس واشياء انت عارفه هي شو والاخر ما عيبها وبعدين الريال مسكين حط على عمره كم مبلغ يتفاجأ مع الوقت أنا أبا وأبا 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 فيقول ليش أنا ليش أتزوج ليش أصبح يدورون برا للأسف أنا قاعد مع وايد شباب بس حريم هم الخارج ليش م. أخل ما تعور لي راسي لا هو مو موضوع ان بنت البلاد ما فيها خير بنت البلاد فيها خير طبعا وبالعكس هذا اللي اللي بتخاف عليك اكثر م. لا ما بتكلم عن الباقي ما فيهم خير بالعكس بس هذه بنت البلاد طبعا لكن هي اضطرت انه او هم اضطروا يخلون شبابنا انهم يتزوجون برا بسبب الطلبات الزايده هو مسكين على قد الحال تبين يروح يطلع مديونيه والله في منهم مديونيه يطلعون لاجل ياخذها ويروح او ما بيتزوج يقول لك انا تمشي احسن بعور راسي ليش اعور راسي؟ لا لكن هو يريد يتزوج هو يبغى يتزوج بس خلاص لذلك اقول لك نسبه العزوبيه ترى يعني الرجال لا الرجال مش العزوبيه الرجال نسبتهم اكثر ولكن عندنا ان البنات ما يبون منها الاسباب الشروط منها ايضا ايضا ان احنا تمكننا كنساء تمام من من مكنتنا القياده الحمد مكنتنا لله ان نحن نين على أيوة هذا اللي أنا أباها الرسالة توصل من خلال هاي الحلقة اليوم أرجع وأقولها وقلتها في أكثر من من مقابلة سامحيني مايا أنت اليوم تمكنتي كان وراك داعم منك بوتش نعم كان داعم زوج. زوج نعم كان دعم منك مدير كان فإذا هو رجل بالآخر طبعا تمكنتي منه طبعا القيادة هم شيوخنا فإذا هم رجال نعم فاليوم هم يمكنونا مو قالوا تعالوا استقوا علينا آه. بالعكس اعطونكم مكانتكم احترامكم سووا لكم قيمه الله اكثر من قيمه الله كنساء اليوم نحن ما شاء الله غيره تقعدين مع الاجانب يقولون انتم ما في شيء ما سويتوه انتم قويات بس مو معناه نجي نستقوى على من هم هاي, هاي النقطة هاي النقطة اللي في الأسرة اليوم المرأة نسيت نفسها ما بنقول كل النساء بس بنقول في هالمجال المرأة نست نفسها اعتقدت انها هي تكفي انها تعيش بنفسها بروحها تستكفي خليني بنفسها خليني نشوف اذا الحرمة تقدر تعيش بنفسها بدون رجال ما تقدر مو بش مو معناها الزواج خلينا نشوف الرجل هو الاب الأخ القيادات الزوج. النسائية يكونون مع بعض ما تشوفين في اختلاف الراي وايد مم. صح نحن اذا اجتمعنا الحريم نقدر نسوي شيء نقدر بس نختلف اكيد هذا هو اللي نوصل والرجال فيه. ايضا جميل إذًا لما يكون العنصر النسائي مهم اليوم تعاملنا بشكل فاني نستقوى عليهم خلينا نتذكر هذه الامور اللي احنا رحنا وردينا لما يصير للمراه اي موقف اول من تستجد فيه مين مراه ولا رجل 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 ليش تقول الريال هذا سند امم رومية قوية بس تقول أنا بريال السند ليش ندوره ليش مش نحن قويات مم. فاذا نحن عارفين ان في شيء متناقض بس نحن نظهر لنفسنا ان احنا قويات بدون نيد، ان ماخذينه من الغرب، ان الأمرأة قويه تقدر، لكن هم بالاخر عندهم الضعف. آه. تحسين انه ممكن لانها مسكينه مياها نصيب، في ناس مظلومات، في ناس سبحان الله لا هي تبغى تتزوج وسبحان الله الله وفقها بمنصب وبالعكس عندها استعداد تكون تكون السند والذخر للرجل. لكن سبحان الله ما ياها نصيب. تحسين ان ان هاي البنت كيف ترضى؟ هو ترى شيء صعب، انا تيني استشارات وايد ما تتخيلين. دكتوره انا حتى الاستشارات اللي اعطيها على السوشيال ميديا يقول ريال مثلا انا ما حصلت زوجه او مثلا عندي حد ريال يكتب يقول فانا اعلق. والله دخلت لي كذا وحده، هذا الريال انا عندي استعداد اتعرف عليه. أنا عندي استعداد أتزوج إذا هو حاب حاولت مرة أعطيه أعطيهم أكونتات بعض سبحان الله شو قال لي قال لي لا أختي هذه وايد أكبر عني أنا ما أقدر فهو بعد هو كرجل عنده مواصفات معينة وهذه حقه فاستخيل يعني إحنا وصلنا لمرحلة أن المرأة هي فعلا محتاجة إلى رجل وهي معترفة بهذا الشيء هل أنت مع أن أن هالموضوع يضحك يعني بس بقوله خطابات وما خطابات اللي على السوشيال ميديا شو رايك فيهم <تصفيق> سامحوني سامحوني <applause> <applause> صعبه صح حد مره قال لي ما لازم وحده تسعه تسعه كيف عفوا يعني, يعني شو أنا... ايوه انا انا بعرف هاي تسعه شو يعني كيف يعني تسعه يا جماعه نصيب رزق والله ها مايا ها ما ادري كيف يعني رزق ترى انا شو اسعى؟ كيف انزل عمري؟ يعني كيف اسعى؟ يعني اروح اعطي خطاب واقول اخذ صورتي مثلا مكان مكان؟ مثلا مثلا ليه كيف؟ لا سيري جمعة عجيب يعني سيري يلسان حريم تعرفي على الناس يجي صح روحي اعراس يعني هذه الجمعات مش اني انا اصير اعطي صورتي لخطابه وسيري تخيلي الخطابه من وين جت فكره الخطابه؟ قبل كانت واحدة معروفة تكون في الـ في الـ في المجتمع مالهم وتعرف في المجتمع ال طبعا لكن على الانستغرام أصبح دايتي لاحظتي في من وين يا الفكرة من الغرب مم. فأنا اليوم أسوي خلاص خلينا نسوي لنا تطبيق اسمه الخطابات في في طبعا بس والله في ترى يا انا اقول لك يعني احنا ياسين نتكلم عن شيء موجود هل اوكي انا افهم ان يعني انا ترى هذا العصر العصر هذا شيء يجي معاه اشياء كثيره لا بس ما ينفع في ما ما بذكر الاسامي بس في في غير غير حساب انستغرام ولهم كل الاحترام والتقدير اللي لانه في منهم نواياهم طيبه زين لكن في ابلكيشنز الناس تتعرف على بعض فيها بهدف للمسلمين ترى بالذات مكتوب يعني فور مسلمز يتعرفون بهدف الزواج وهدف الابلكيشن كذلك لكن تحيدين يوم قلتي لي انا في سن معين ما النظره الشرعيه ما تكفي اي بس انا شو قلت؟ ها بحدود بحدود طبعا فهني انا اقعد بين الاهل اسمع اخذ اعطي معاه كذا نتناقش اخوي يصير يقعد معاه اسال كذا بس انه هاي النظرة الشرعية للعمر اللي مش مر عليها وقت أو مش اللي اللي انفصلت كم مرة ما تنفع ففكرت إنه والله أنت اسعي أنت يعني مش فاتحة يعني مش فاتحة فاتح الباب عفوة. افتح الباب كيف يعني ف... شو يعني اسوي؟ ايوه انا يعني مثلا مثلا اصير التطبيق ما عجبني نكست مثلا شو سويت انا هني؟ بس بحلال وي استغفر الله يعني ه هذا المسمى الحلال وي؟ لا ترى انا اقول لك انه في في بنات لا. ايضا تعاني من هذا هذا اسمه رزق hmm. There you go. نصيب رزقي بيني بيني كيف متى ما اعرف واتوكل على الله بشوف ما شفته في الدنيا بشوفه في الاخره وايدين سبحان الله عدوا 60 70 ما ياها اي صح بس شو راح تسعى؟ لا اسعي قل جلسات حريم مجمعات حريم في الحين ما شاء الله الدولة تسوي لي ورش حق الحريم، ايفنتات حق الحريم، نادي السيدات، الله. جمعية المرأة الضبياني، هذه كلها فيها أماكن. فالسعي أنا... صح. اسعي انك انت تكونين انهتمي بنفسك في خاطرك من داخل مم. وتوكل على الله وان شاء الله بس... انوي النية ان شاء الله رب العالمين بيرزقني وان شاء الله كذا لكن انعزل عن الناس وما اكون محتكة مع الناس وما حد يشوفني. بتطبيق بي... الحلال للمسلمين سنسوين صعبة نحن مو مجتمع مغلق علشان نقول نكلم واحد من بعيد ما شاء الله شوفي أنا سمعت من كذا حد تزوجوا حيدين قبل, قبل قبل أول ما ظهر السوشيال ميديا الفيسبوك للأمانة عن العائلة عندنا قلت لش اه أنا وايد كنت أسمع عن المسنجر صح؟ عن كذا فأقول لهم شو كان يسوي كان تعارف تعارف بس قلت لش نحن الأهل عندنا الشديدين هي هي لا بس نتكلم في مجتمعات اخرى مجتمعات مش 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 مجتمعات خليجيه المجتمعات الغربيه العرب اللي ساكنين مثلا في الغرب وكذا سبحان الله يتعرفون على بعض عن طريق الفيسبوك انا احس ان هذا كان قبل الحين يوم تسمعين تكون عادي ان نتعرف على بعض عن طريق السوشيال ميديا بس انا اشوف ان ليل الحين سبحان بس هاي ربي. سبحان يشبهس يشبه الانستغرام كل انا انا الفكره فكره اني انا اتعرف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي انا في رايي انا في رايي ممكن تضبط لكن والله ما في احسن عن السنة والله ما في احسن عن العادات والتقاليد والدين الصح ويمكن تضبط يعني سبحان الله حبي يتعرف عليها رقمج انا انا في خاطري اي صح انا اريد ادخل لانه مو بعارف كيف يوصلها صح بس اني انا ادخل تعارف وامشيها صعبه صح ما بيكمل الزواج صح لان سبحان الله احنا في النهايه مجتمع شرقي مجتمع اه اه نحب ان ندق الباب من الصوبين الرجال يحب يدق الباب يحب يشعر انه هو اختار انه هو صح عيبته على السوشيال ميديا وكذا وطلب رقمها ممكن انا برمس ابوك ما فيها شيء بالعكس بالعكس واللي يبغى شيء ترى يوصل له صحيح فحلو ان احنا فتحنا هالموضوع لان انا احس انه هو موضوع موجود في الساحه و... و... المنط... الموضوع مختلف عن مواضيع يعني <applause> موضوعك انت كلها يعني كابتن يعني ما ادري دخلنا في الزواج بزياده عن الزواج <applause> يا حبيبتي انت بديتك انا اهم شيء انك انتي نورتيني اليوم <applause> يا حبيبتي النور نورك وارجع واقول مايا المراه لا تظلم نفسها، المراه ما لازم تظلم نفسها، وصلتي لمنصب خلاص شبعتي رضيتي رغباتك في سجل الوقت اللي لازم تحسين فيه بنفسك عشان لا يطوف القطار. مم. يمكن الحين بتقولين تونا تب... ذكرنا الزواج ايوه بس مو اي بالخمسين اقول بعرس. صحيح. في 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 شيء وقت الحين زون ناو اور نيفر صح؟ واذا سبحان الله ما يا النصيب هذا في النهايه رزق الانسان يقتنع ويحاول ان يسعى ب ب الطيبه والزواج حلو والدعاء حبيبتي انت والعائله حلوه اكيد وتلاقين شريك جميل مم ولازم فيه ما بين, ما بين؟ مم حبيت سحر انك انت انتي اعتقد من خلال هالحلقه اعطيتي اعطيتينا جرعه امل وتفاؤل وسعاده نظره جميله عن الزواج، نظره الناس عاده لا واخ وكيف شيء انت حسيت انه بهدوءك ومخاطرتك وبرزانتك وعقليتك ما ما في شيء يخلى من المشاكل صحيح صحيح بس انا احبه وهو يحبني تحمل بعض ونسوي قلت لك لازم اعطيه دوره قبل لا نروح الحب قبل ولا بعد تحسين؟ انا اشوفه لان انت قلتي موده ورحمه بس زاد اوكي okay. يمكن هو اي اوقات يقول ما تحبش نفس زمان هو لا يقول له ضامنتني يقول له هي بس في الموده والرحمه اللي انا اشتاق لاباء ان هذا زوجي خلاص هذا زوج عمر بس المحبه موجوده الله يثبتك يا حبيبتي امين يا حبيبتي تستاهلين آمين. كل خير امين ونوجه و... له تحيه الزوج الفاضل آه الكريم آمين. وسلمي آه. عليه شكرا وجودك اول قبطان اماراتيه شو رايك في الشاي الحين بكمل <applause> شفتي كيف؟ آه، الاخ اخوك شو اسمه؟ محمد الهواري اخوي محمد اشكرك وايد على هال يخليك. ال... ال... النكهات الجميله الله يخليك وانتظرني قريبا <applause> عندي طلبيه محترمه <applause> ان شاء الله هذه دعايه لفيل قلتي واحلى دعايه حبيبتي, حبيبتي. فديتك والله يا رب الله اي حبيبتي احلى حلقه رمضان كريم ورمضان حبيبتي <applause>